10 الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. التلميذ أحمد قلالة شعبة الرياضيات يتحصل على أعلى معدل على مستوى الجمهورية وفي تاريخ البكالوريا بتونس بإحرازه 20.15. نسبة النجاح العام في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة تبلغ 27.73% في دورة التحدي بسبب وباء كورونا. الأحزاب والائتلافات تحسم في اختيار مرشحيها لرئاسة الحكومة القادمة، والفاضل عبد الكافي وخيام التركي وحكيم حمودة من بين الأسماء الأكثر تداولاً للتكليف. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، التلميذ أحمد قلالة شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالمنستير يحدث المفاجأة ويتحصل على أعلى معدل بالجمهورية وهو 20.15 في سابقة في تاريخ مناظرة البكالوريا بتونس. وقد تحولت كاميرا الأخبار إلى منزل التلميذ المتفوق على مستوى الجمهورية ونقلت هذه المشاهد من أجواء الفرحة داخل أسرته أثناء تلقيها خبر النجاح الباهر والمعدل المتميز الذي تحصل عليه التلميذ النجيب أحمد قلالة. نخدم لو جور او جور، نحضر كل نهار الكور نتاعو. كي هي الخدمه تبدا من الكلاس ومن بعد تكمل في الدار. معناتها لازم واحد يقسم وقته، معناتها يعمل شويه خدمه ومن بعد يرتاح، لازم يرتح مخه. معناتها بغيتو اني كيفاش قسمت وقتي، معناتها ما بين افلام مسلسلات كتب، معناتها كيكا منوعات. اي طالع لو الحب انجينيوري، دونك نكمل مع الحلم هذاك انجينيوري مهندسه. وقد تحصلت التلميذة إيمان حواس من المعهد النموذجي بسوسة على أعلى معدل في شعبة العلوم التجريبية ب 19.66، والتلميذ جاسر كريم من المعهد النموذجي بالمنستير على أعلى معدل في شعبة علوم تقنية ب 19.59، وتلميذ عمر جبلون من معهد خير الدين بأريانا على أعلى معدل في شعبة علوم الإعلامية ب 17.99، واحتلت تلميذة دينا السويسي من معهد أبو القاسم الشابي بمرناق على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف ب 17.30، والتلميذ تيسير بوبكر من المعهد الرياضي بالمنزه على المرتبة الأولى في شعبة الرياضة ب 17.2. كما تحصلت التلميذة سيرين الخميري بمعهد فرحات حشاد برادس على أعلى معدل في شعبة الأداب ب 16.71. وقد قدرت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2020 ب 27.73% حسب ما أفاد به وزير التربية محمد الحامدي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم للإعلان عن نتائج هذه الدورة. قدرت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ب 27.73% وفق ما أعلنه وزير التربية محمد الحامدي خلال مؤتمر صحفي لتقديم أهم مؤشرات نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2020. وقال الحامدي إن الوزارة أصرت على إنقاذ السنة الدراسية في ظرف استثنائي تراجعت فيه دول كبرى عن إجراء امتحاناتها الوطنية، ووصف دورة بكالوريا 2020 بدورة التحدي. قلنا تحدي ألا نعدل الاختبارات وأن تكون الاختبارات على كامل السنة الدراسية، إذن خذنا التحدي في أننا أعدنا تلاميذ البكالوريا لاستكمال البرنامج واستكملوه ولله الحمد. ومن خصوصيات هذه الدورة تحصل أحد التلاميذ على معدل عام يساوي 20.15%، وهو معدل استثنائي وغير مسبوق في الامتحانات الوطنية. هذه طبعاً مفهومة ومبررة، لأن عندنا فصل 12 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 واللي نظم الامتحانات البكالوريا، يعتبر الأعداد اللي تحصل عليها كل مترشح في المادة الاختيارية فوق العشرة، يعني فوق العشرة من 20، تضاف تنفيل إلى مجموع الأعداد التي تحصل عليها في بقية المواد
دون احتساب ضارب المادة الاختيارية. هذا وبلغ عدد الناجحين في هذه الدورة 35,227 تلميذا من أصل 127,039 ممن اجتازوا الامتحانات، وقدرت نسبة الناجحين من الإناث ب 60% مقابل 39.99% من الذكور. وتأجل لدورة المراقبة التي تنطلق يوم الاثنين 27 من جويليا الجاري 41,478 تلميذا، أي بنسبة 32.65%. مع أو تم الإعلان عن انطلاق برنامج الدعم للمؤسسات الناشطة في صناعة مكونات الطائرات والسيارات، وتحديدا منها تلك التي تضررت من جائحة كورونا، وستستفيد من هذا البرنامج الممول من وكالة التعاون الألمانية قرابة 75 مؤسسة. لم تكن المؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في مجال مكونات الطائرات والسيارات وعددها 280 لم تكن بمدأ عن ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية أثرت على مردوديتها وأجبرتها على تغيير استراتيجيتها للأشهر المقبلة. كانوا قبل الكوفيد كانوا ماشيين على تندانس تبارك الله، معناتها عندهم دي كوموند حتى الفان 2021 و2025. كي جات الجائحة لي كوموند اللي كانوا عندهم كلهم لا، مي برشا منهم طاحوا، فما حاجات قعدوا يكملوا فيهم، فما حاجات طاحوا، فما بعض الشركات اللي عندهم الانتاج نتاعهم باش يطيح 100% من هنا لاخر ديسمبر 2020. وزير الصناعه صالح بن يوسف قال ايضا ان هذين القطاعين سينتفعان بخط التمويل الذي وضعته حكومه تصريف الاعمال والمقدر بمليار و500 مليون دينار، اضافه الى برنامج الدعم التونسي الالماني الذي وضع حافظه ماليه بقيمه تناهز مليونين و400 الف دينار من اجل الحفاظ على استمراريه المؤسسات الاكثر تضررا. صحيح ماهيش الشركات الكل باش تنتفع، ولكن كي ناخذوا 75 على بريسك لو انتيير سي امبورطون كومين، ونجموا نمشيو لاكثر من انتيير اذا كان لي مونطون يكونوا صغار، لي مونطون اللي هما يتعلقوا كما قلت بالاجراءات اللي باش يتخذوها لفائده العمل نتاعهم لحمايتهم صحيا، لضمان التباعد الاجتماعي، لضمان لي بوست دو ترافاي يكونوا محميين، لشراء اجهزه وقايه ذاتيه للعمل سكون ابيل لي زوبي، كي نقولوا الترونسبور، كي نقولوا لي مزور سانيتير. ومقارنه بعدد من الدول الاخرى التي تتواجد فيها المؤسسات المختصه في صناعه مكونات الطائرات والسيارات، فان نظيراتها التونسيه كانت اقل تضررا من تداعيات كورونا من حيث المردوديه والاستمراريه، ما قد يجعل تونس وفقا للمسؤولين وجهه استثماريه. ويتوقع وانه 50 مليار دولار باش يتم استثمارها في اماكن ومناطق قريبه من اوروبا، يعني اوروبا وحوض البحر المتوسط سواء الشمالي او الجنوبي، يعني يلزمنا نكونوا واعيين الكل ونخدموا افيك بوزيتيفيزم باش ناخذوا حصه من 50 مليار دينار. هذا وقد وضعت وكاله النهوض بالصناعه والتجديد على موقعها رابطا الكترونيا يتيح من خلاله للمؤسسات الصناعيه التسجيل من اجل الانتفاع ببرنامج الدعم الممول من وكاله التعاون الالماني. انطلقت اليوم الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد في نسختها الثالثة بمدينة رأس جبل، حملة يأمل المركز الوطني للجلود والأحذية مع شركائه يأمل أن ينخرط فيها هذه السنة أكبر عدد ممكن من البلديات وبلوغ نسبة تثمين 5% من الجلود. حلقة تكوينية حول الطريقة المثلى لسلخ وتصبير جلد الأضحية بالمسلخ البلدي بمدينة رأس جبل، هنا كل التفاصيل مهمة في هذه العملية حتى لا تتلف كميات كبيرة من الجلود يوم عيد الأضحى ويتم لاحقا تثمينها. ويأمل المشرفون على حملة تثمين جلد العيد انخراط عدد كبير من البلديات هذه السنة. احنا بالنسبة للسنة حبيناها سنة متاع البلديات اللي معناها خدموا معنا في العام الاول العام الثاني
واللي تويكا معناها باش يعملوا معناها نماذج اللي احنا نجم يحتذى به. هذاك علاش احنا في ولايه بنزرت معناها اخترنا بلديه راس الجبل واحنا تويكا في المسلخ البلدي نتاع راس الجبل، فهمت؟ عملوا برنامج متكامل. البارح برك عملنا جلسه مع البلديات لحث كل البلديات للانصهار في هذا المشروع. السنة الجديد هو انا بلديه راس الجبل انخلطت في هذا البرنامج، تشريك المجتمع المدني، تشريك المنظمات المهنيه كما اتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه في هذا الجانب. وحتى لا تتحول جلود الأضاحي إلى خطر بيئي وصحي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، تسعى بلدية راس الجبل إلى توعية المواطن بأهمية تثمين هذا الجزء من الأضحية. عملناه منعنا أبري 40% من الجلود، والسنة حطت برنامج داي نحب نمنعه 80-90% إذا وصلنا. عملنا برنامج هذا اليوم تحسيسي للي يذبحوا باش ما يهلكوش الجلد، للي ملحوا باش ملحوا بالقداء، ثم عملنا برنامج على مستوى البلدي باش نلموا احنا باش نمشيو للديار نلموا الجلد، ما نخليوش العباد تحط لانه جلد في السخانه في ساعه يفسد. دونك احنا عطينا تعليماتنا على كل ساعه نزلوا جلد من قدام الديار باش حتى جلد ما يفسد. والجلد بصفه عامه لهنا قاعد يتعرض للعمليات نتاع التشويه بصفه عامه، فما برشا دخلاء على الميدان، فهمت؟ شنو يعملوا للجلد؟ يضربوا الجلد يفسدوه يعني، الكليون كي يجي اول حاجه يخمم فيها الكاليتي نتاع الجلد، يشوف الضربه يشوف كذا يتيح القيمه نتاع الجلد. الجلد هو بطبيعته كي يقع معناها يطيش يعني بطريقه عشوائيه ينجم يكون تلوث على البيئه وعلى الطبيعه وعلى الانسان. حملة انخرط فيها قرابة 30 بلدية ويأمل المشرفون عليها في تثمين 50% من الجلود هذه السنة. مع انتهاء مهلة الأسبوع لاقتراح ترشيحات لمنصب رئاسة الحكومة، قدمت عديد الكتل النيابية اقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية، وكان كل من الفاضل عبد الكافي وخيام التركي وحكيم حمودة من بين الأسماء المتكررة في القائمات المختلفة. بين أسماء حزبية وأخرى من خارج الطوق السياسي في البرلمان، تراوحت ترشيحات الكتل النيابية التي قدمتها لرئيس الجمهورية مع انتهاء مهلة المراسلات الكتابية لاقتراح رئيس جديد للحكومة خلافة لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ. وفي قراءة سريعة لقائمة المرشحين يبدو التوافق غير معلن واضحا بشأن بعض الأسماء، من بينها فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار في حكومة الشاهد، وخيام التركي صاحب مركز الدراسات جسور، وحكيم حمودة وزير المالية الأسبق، أسماء تكررت في أكثر من قائمة اقترحتها الأحزاب السياسية لخلافة الفخفاخ. حركة النهضة اكتفت بترشيح اسمين من خارج قيادتها وقواعدها، وهما فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار الأسبق ورجل الاقتصاد خيام التركي. وعللت النهضة اختيارها بما يفرضه الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال، شخصيات وصفتها بالتوافقية والقادرة على التجميع وبإمكانها الحصول على أغلبية مريحة داخل البرلمان. محمد الفاضل عبد الكافي وخيام التركي مثل أيضا القائمة الحصرية التي قدمها حزب قلب تونس لرئيس الجمهورية اقتراحا منه لخلافة الفخفاخ. الرجلان تكررا في قائمة كتلة الإصلاح لخلافة الفخفاخ إلى جانب الهاشمي الحامدي وحكيم حمودة ولطفي المراحي ووديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. الجري كان أيضا اسما من ضمن ترشيحات كتلة تحيا تونس إلى جانب حكيم بن حمودة والفاضل عبد الكافي وخيام التركي وسونيا بالشيخ، المرأة الوحيدة بين قائمة واسعة من الترشيحات لرئاسة الحكومة المقبلة. فيما قدمت الكتلة الوطنية 4 أسماء اقترحتها لتولي رئاسة الحكومة، من بينها شخصيتان من داخل الكتلة وهما حاتم المليكي ورضا شرف الدين، واسمين من خارجها وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة، باعتبارها شخصيات وطنية ذات تخصص اقتصادي وتنموي وقادرة على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. التيار الديمقراطي اختار أن يرشح قيادته ووضع في قائمته وزراء حكومة تصريف الأعمال محمد عبو وغازي الشواشي ومحمد الحامدي. بتوضح قائمة الترشيحات لخلافة الفخفاخ، تبدأ المرحلة الأخيرة لمسار تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة جديدة، حيث من المنتظر أن يختار رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة ضمن أجال دستورية تنتهي غدا، وذلك بعد تقديم الياس الفخفاخ استقالته من منصبه بسبب شبهة تضارب مصالح. اعتبرت رئاسة الحكومة في بيان نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن اللجنة البرلمانية الخاصة نصبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح، رغم أن كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها،
ونقل البيان عن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ استغرابه من عدم توجيه الدعوة له ولمن يمثله أمام اللجنة لسماع أقواله، معتبرا أن مثل هذا التصرف مناف لقواعد التحري وبعيدا كل البعد عن البحث عن الحقيقة. وأفاد البيان بأن رئيس الحكومة المكلف يعتبر أن هذه اللجنة مسيسة منذ تشكيلها وتأسست بنية الانتقام والتشفي، ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة، بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحه محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية وفق ما ورد في نص البيان. في أخبار العالم، اعترضت مقاتلة أمريكية على الأقل طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية. وفيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بمهمة روتينية على مسافة آمنة ووفق المعايير الدولية، صرحت إيران بأن الواقع محل تحقيق وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة. لم تكن رحلة طائرة الركاب التابعة لشركة مهان الإيرانية للطيران باتجاه بيروت آمنة بعد أن اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري، ما اضطر قائد الطائرة إلى تغيير الارتفاع سريعا، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية. شركة الطيران الإيرانية اعتبرت الحادثة خطوة اعدائية واستفزازية وتعهدت بمتابعة القضية قانونيا. من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بعد تحقيق في الواقعة، بينما أقرت القيادة المركزية الأمريكية باقتراب إحدى مقاتلاتها من الطائرة الإيرانية في إطار مهمة روتينية لضمان سلامة أفراد القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، لكنها شددت على أنها أبقت على مسافة آمنة وفق المعايير الدولية. وقد تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تعود إلى طهران اليوم. يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية عام 11 و2000 لاتهامها بتقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني. وفي انتظار ما سيتمخض عن التحقيق، فإن من شأن هذه الحادثة أن تزيد في تعكير العلاقات بين البلدين. في مؤشر نحو مزيد تأزم العلاقات بين أكبر اقتصاديين في العالم، أبلغت الخارجية الصينية السفارة الأمريكية صباح اليوم بإغلاق قنصليتها جنوب غرب البلاد بعد أيام من أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن. هذا وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين بشدة هذا العام بسبب مجموعة من القضايا من بينها التجارة، التكنولوجيا وفيروس كورونا. في أخبار الرياضة، قال رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي أن المدرب الفرنسي روجيه لومير سيحط الرحالة بمدينة سوسة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أبدى لومير موافقته على العودة للإشراف على الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي لأنه يحب هذا الفريق، مضيفا بأن المدرب الفرنسي كان من المنتظر أن يحل بسوسة قبل شهرين، لكن أزمة فيروس كورونا عطلت قدومه. ومن المنتظر أن يحل روجيه لومير بسوسة الثلاثاء المقبل للتحاور بشأن السياسة العامة للفريق والبرنامج الذي سيتم إقراره خلال الفترة المقبلة. وإلى الدرجة الأولى الإيطالية في جولتها 35، حيث فرط جوفنتوس في فرصة التتويج حسابيا بلقبه التاسع على التوالي، عندما انهزم أمس بهدف لهدفين أمام مضيفه إدينيس ليتجمد رصيده في الصدارة عند النقطة 80، فيما رفع إدينيس رصيده إلى 39 نقطة في المركز 15. وكان ماتياس دي ليخت منح التقدم لجوفنتوس في الدقيقة 42 قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بعد 10 دقائق، ويحرز فوفانا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويسعى جوفنتوس لحسم أمر اللقب عندما يلاقي ضيفه سامدوريا الأحد القادم بمدينة تورينو.
فقدت الساحة الثقافية فجر اليوم الفنان الكوريغرافي نجيب خلف الله عن سن ناهزت 53 سنة، وذلك إثر أزمة صحية حادة ألمت به مؤخرا. وسيشيع جثمان الفقيد عصر اليوم انطلاقا من منزله الكائن بالزهرة إلى مقبرة رادس. ويعتبر نجيب خلف الله من أهم الفنانين في الكوريغرافيا في تونس، حيث تلقى تكوينا في هذا المجال في مدارس تونسية وفرنسية. ويعد العمل الكوريغرافي ألهاكم التكاثر من إنتاج المسرح الوطني التونسي سنة 2017، يعد من أشهر أعماله التي تميزت بالدفاع عن الحريات والانتصار للقضايا الإنسانية السامية. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. التلميذ أحمد قلالة شعبة الرياضيات يتحصل على أعلى معدل على مستوى الجمهورية وفي تاريخ البكالوريا بتونس بإحرازه 20.15. نسبة النجاح العام في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة تبلغ 27.73% في دورة التحدي بسبب وباء كورونا. الأحزاب والائتلافات تحسم في اختيار مرشحيها لرئاسة الحكومة القادمة، والفاضل عبد الكافي وخيام التركي وحكيم حمودة من بين الأسماء الأكثر تداولاً للتكليف. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.